بسم الله الرحمن الرحيم. كما تشوف الجميع احنا كمتتبعين المنتخب الوطني على هو كوجاك المعروف في جميع الميادين، انا باش جيت ان شاء الله باش نساند فريق الوداد البيضاوي على هذه المقابله اللي تعتبر نهايه قبل الاوان، اللي احنا في المغرب وحنا نتمنوا ان شاء الله الفريق الوداد البيضاوي باش يفوز ان شاء الله اليوم امام الترجي التونسي، اللي فريق الترجي التونسي حتى هو من تعتبر من الفرق القويه اللي في القاره الافريقيه، والحمد لله احنا ماشي خايفين من هذا الفريق، احنا عندنا فريق الحمد لله قوي الا هو فريق الوداد البيضاوي اللي تعتبر طبعا من خيرات الفرق المغربيه ولا العالميه بهذا المفهوم تنقولها، والحمد لله احنا عندنا اليقين في الفريق ديال الوداد البيضاوي ان شاء الله غادي يكون ان شاء الله غادي يربح ان شاء الله بواحد الحصه اللي تتوقع واللي تنتمنى هو ان شاء الله احنا بهذه الجماهير جوج زور ان شاء الله بخصوص الوداد البيضاوي نتمنوا لهم النجاح والعصبه ان شاء الله في بلادنا والبطوله، من غيرها ما كاين والو. ونشجعوا هاد الوليدات هادو بس نتمناوهم يجيو الفريق الوداد البيضاوي وسمحوا لينا. انا رجاوي وجا اليوم نشجع فريق الوداد البيضاوي حيت كيمثل المغرب وكيغيز الترابو ديال المغرب، واللهم في الوداد ولا دوك التوانس معلم الرحيم. البطوله بعدا وداديه باش نتفاهموا من الاول، والتشامبيونز ليغ ان شاء الله حتى هي وداديه اخويا. 30000 بيره تباع اخويا، وباقي بنادم ما لاقيش باش يشري، وكلشي غيدخل ان شاء الله وديما وداد اخويا. بخصوص اللقاء انا كنتمنى الفوز لفريق الوداد البيضاوي وبصفتي 3-0. انا مصاوي وكنشجع الوداد، وان شاء الله الوداد غادي اللقب وديما وداد. وبخصوص هادشي ديال الماشين ورا قارونا اخويا، قارونا بزاف، راه حنا من 4 الصباع ديال البارح ومازال ما لقينا ورقه، والله ما لقينا ورقه، راه بزاف اخويا هادشي. وان شاء الله ما عنديش الورقه، انا كنهضر معاك راه ما عنديش الورقه، ان شاء الله باذن الله ندخلوا كاملين. وتحيه مصاويه جماهير الوداديه، وان شاء الله باذن الله غادي البطوله. كيهون سبيل الحمراء نضربوا تمارا، بنفيقوا في الصباح نضربوا تمارا ما كاينش مشكل، الحمراء المهم هو نضربوا البيوت هنايا، ما يتماركا عندنا والو، المهم هنا ما يتماركاش عندنا حتى شي بيت، باش نماركيو هنا جوج ثلاثه اربعه، هذا هو المهم باش نكونوا مزيانين ليه، فهمتي؟ تلعبوا مرتاح ديما حمراء. السلام عليكم. السلام عليكم. كنتمنى اللاعبين اليوم يقدموا واحد النتيجه ايجابيه، نتيجه تكون تاريخيه ان شاء الله، 3-0 4-0 5-0، المهم فوز البنزرتي يكون في النهار ديالو ان شاء الله. بطولة 20 وداديه باذن الله وبمشيئة الرحمن. وينينات السلام عليكم، بشر مبارك، رمضان مبارك سعيد. خويا بنادم معاناة كبيرة تعيشوها الجماهير المغربية كاملة، من الطرف ديما التيكي والو، هاهو بنادم من 6 الصباح والو، 6 الصباح، والمهم اليوم المغرب كامل مع الوداد، فهمتيني؟ وديما حمراء وديما